يقول السائل: والدتي كبيرة في السن وتعاني من مرض ضغط الدم والسكر، وهي لا تستطيع الحج، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت والدتك لم تحج حجة الإسلام، لم يسبق لها أن حجت، وهي لا تستطيع أن تباشر الحج بنفسها لا حاضرا ولا مستقبلا، مرضها مزمن، فإنها توكلك تحج عنها، توكلك وتحج عنها، لأن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله للحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. نعم. تقول: أما إذا كان أنه أدى فريضة الإسلام وحج فهذا يكفي ولا تحج عنه نافلة وهو حي. نعم.